في الفيديو ده هنتكلم مع بعض عن اخر اخبار عملة باي نتورك وعن الباي هاكاثون 2023 او مسابقة تطبيقات باي اللي معمولة، وهل المسابقة دي هتفيدك انت بشكل شخصي او هتفيد العملة بشكل عام. فخلينا نعرف تفاصيل اكتر عن الموضوع ده، وكمان هجاوب بعض الاسئلة اللي الناس سألتها لي في التعليقات قبل كده بخصوص التوثيق وبخصوص بعض المصطلحات زي كلمة ويب 3 مثلا. فهنوضح كل الامور ديت في الفيديو ده، ومن غير رغي كتير يلا بينا نبدأ في الفيديو على طول. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي الأمين. ثم أما بعد، ناس كتير سألتني في الفترة اللي فاتت ديت عن إيه أخبار باي نتورك الأخيرة، وناس كتير بتسألني على التوثيق، فحبيت إن أنا أعمل لكم الفيديو دوت مجرد طمأنينة، رغم إن الأخبار اللي موجودة حاليا ما تهمناش قوي، او بمعنى اصح ما فيش خطوات مطلوب مننا ان احنا نعملها. وانا دايما بحب لما انزل الفيديو يكون في حاجه مهمه او حاجه محتاجين ان احنا نعمل حاجه، يعني ما تبقاش فيديو في الموضوع وخلاص زي الناس اللي بتنزل على طول فيديوهات بدون هدف عشان بس المشاهدات. فالمهم في الفيديو دوت انا جمعت لكم الاخبار اللي فاتت، في نفس الوقت حابب ان انا افيدكم باجابه بعض الاسئله اللي اتسالت لي. فعايزك بقى تعمل لايك للفيديو دوت وتشترك في القناه وتفعل زر الجرس عشان توصلك كل فيديوهاتنا الجديده عن باي نتورك وعن الربح من على الانترنت عموما. فبالنسبه للمسابقه اللي موجوده حاليا فهي الباي هاكاثون الثانية اللي تمت بشكل رسمي على الواجهة الرئيسية. كان في باي هاكاثون قبل كده وفاز فيها ناس، وكانت جايزتها تقريبا 100,000 دولار و 100,000 باي. فالمسابقة اللي معمولة حاليا هي الباي هاكاثون 2 الخاصة ب 2023، والمسابقة دي جايزتها 30,000 دولار، 15,000 دولار للفائز الأول و 2,000 دولار للثلاث فائزين اللي بعد كده و 1,000 دولار التوزيعات اللي ظهر قدامكم على الشاشة ما تشغلناش قوي. طب ايه هي المسابقة دي؟ المسابقة دي عبارة عن ان في مصممين او مطورين برامج هيصمموا تطبيقات على باي نتورك او على الباي براوزر، واحسن تطبيقات بالنسبه للاستخدام وبالنسبه للكور تيم وبالنسبه للاختيارات اللي احنا هنختارها، فافضل تطبيق هو دوت اللي هيكون الفائز. طيب فايده التطبيقات ديت ايه، او فايده المسابقه ديت ايه ليك كشخص وللعمله باي نتورك بشكل عام؟ لو انت كنت متابعنا قبل كده ومتابع كل فيديوهاتنا القديمه فهتعرف ان كانت طلعت واحده من المؤسسين الخاصه بباي نتورك وقالت ان عمله باي نتورك عموما ماشيه في طريق البناء الاستخدام الفعلي للمستخدم بعيدا عن كونها عمله مشفره. فانت محتاج ان انت تخش على تطبيق باي نتورك وتستخدمه حتى لو ما معكش عليه عملات، او حتى لو ما معكش عليه عملات كتير، او حتى لو استهلكت عملاتك هتفضل برضو عايز تستخدم تطبيق باي نتورك، وده هيساهم طبعا في نجاح العملة. فهم المؤسسة قالت ان هي عايزة تعمل الموضوع دوت، عايزة يكون في تطبيقات واستخدامات لعملة باي نتورك غير فكرة العملة ذات نفسها. فالاستخدامات ديت هتفيد العملة بشكل كامل لانها هتجذب مستخدمين اكتر، وهتخلي المستخدمين الحاليين يقدروا ان هم يستفيدوا استفادات اكتر من العملة دي. فبس كده الباي هاكاثون او المسابقات اللي بتتعمل ديت عشان يحاولوا ان هم يحفزوا الناس ان هي تصمم تطبيقات على الباي نتورك ويخلوا التطبيقات ديت تستفيد بيها الناس والعملة تستفيد بيها، وبيتمنوا ان يطلع تطبيق من التطبيقات ديت يعمل ثورة زي ما الفيسبوك ما طلع في الاول عمل ثورة، زي ما تويتر، زي المواقع اللي هي المشهورة ديت. كانت في منصات سوشيال ميديا كتير جدا، ولكن اللي طلع منها واللي بقى مشهور فيسبوك. فهم برضو عايزين يبنوا تطبيقات كتير بحيث واحد منهم ينجح ويحقق استخدام فعلي للمستخدمين والناس كلها تبدأ تتوجه إليه، زائد عملة باي نتورك ذات نفسها. فبس كده ده كان المقصود او الاستفادة العامة والشخصية من الباي هاكاثون ده. وبس كده خلينا بقى نجاوب بعض الاسئلة المهمة جدا اللي اتسألت لنا. لو انت مستني تربح من خلال باي نتورك فانت متأخر كتير، لان انت ممكن تربح فلوس دلوقتي من على الانترنت وبطرق سهلة جدا. فانتظر باي نتورك مفيش مشكلة، ولكن حاول ان انت تبدأ دلوقتي تجني ارباح من على الانترنت من بيتك وبكل سهولة. وانا موفر كورسات سواء للربح من الانترنت
بدون خبرة وبدون رأس مال بأكتر من طريقة، فهسيب لكم رابط الكورسات ديت في الوصف. وبالمناسبة أنا عامل هدية بمناسبة وصلنا للعشرين ألف مشترك، وبوزع مواقع تقدر تكسب من عليها فلوس من الإنترنت. المواقع دي بفلوس، أنا بوزعها بشكل مجاني زي الكانفا برو وزي الانفيديو والفليكس كليب، والمواقع دي كلها أنا شرحتها وشرحت إزاي تكسب منها. فيا ريت تشترك في الجيف أواي أو في الفيديو اللي أنا بوزع فيه الهدايا ديت عشان يكون ليك فرصة ان انت تكسب. فهسيب لكم رابط توزيع الهدايا دوت، الفيديو الخاص بتوزيع الهدايا في الوصف، اشترك في المسابقة. يلا بينا نرجع للفيديو. بعد الفاصل القصير دوت هنجاوب بقى بعض الاسئلة، زي مثلا توثيق باي نتورك. التوثيق لحد دلوقتي اتأخر في ان هو يجيلي اساسا، ما جاليش التوثيق، او اتأخر في ان هو جالي وانا عملت التوثيق بس لحد دلوقتي ما اتقبلش، او اتقبل بس العملات بتاعتي لسه ما اتنقلتش للمحفظة. طيب التأخيرات ديت كلها إلى الآن مش معروف سببها بشكل قطعي، ولكنها تختلف من دولة لدولة. يعني في دول الناس فيها أكتر بتأخر، وناس تانية الموضوع فيها بيكون قليل أو أسرع شوية، وده بسبب الفاليديتورز أو الناس اللي بتعمل تقييم. ففي ناس أو في دول عدد المقيمين فيها قليلة زي معظم الدول العربية، فده بيسبب تأخير كبير جدا في الناس اللي بتعمل الكي واي سي أو الناس اللي بتعمل التوثيق دوت. وفي نفس الوقت لازال في تطويرات بتتم على الذكاء الاصطناعي بحيث ان هو يقدر يتعرف على الهويات بشكل اسرع وافضل. فان شاء الله في الفتره الجايه الكي واي سي هيبدا ان الموضوع يسرع شويه، ولكن الى الان مفيش اي خطوات مطلوبه منك تعملها لو الكي واي سي لسه ما جالكش. هتنتظر ان هو يجي لك على اشعار على الواجهه الرئيسيه، او تقدر تخش على الباي براوزر وعلى الباي كي واي سي وتشوف اذا كان متاح ليك ولا لا. لو مش متاح هتنتظر بس مش اكتر. ولو انت عملت التوثيق وهو متاخر فبرضه هتنتظر بس قبول التوثيق. ولو جات لك خانه ري سبميت او اعاده تقديم التوثيق، تقدر ان انت تقدمها لو كانت بياناتك مش مظبوطه. لكن لو بياناتك مظبوطه تمام وشبه اسمك اللي موجود في البطاقه، فتاكد تماما ان شاء الله التوثيق هيتقبل بتاعك عاجلا ام اجلا. ده بالنسبه للتوثيق. في واحد تاني كان سألني يعني ايه كلمة الويب 3. فعلى طول لو انت متابع موضوع الباي نتورك او بتقرا حاجات كتير، فممكن تقابل كلمة ويب 3. ولو ما قابلتهاش قبل كده فخليني اعرفك ايه الويب 3، لان هي مهمة في حياتنا المستقبلية بعد كده. كلمة الويب 3، الويب 3 ديت هي الانترنت اللامركزي، او الانترنت اللي ما عليهوش اي سلطة من اي حد، زي مثلا العملات الرقمية الكبيرة كلها زي عملة الإثيريوم والبيتكوين وغيرها. فكل دي تعتبر ويب 3. يعني مثلا جوجل، في شركة قائمة على جوجل على البحث، تقدر تخفي لك نتائج بحث معينة وتقدر تظهر لك نتائج بحث معينة، تقدر ان الشركة كلها تقفل، تقدر ان الشركة كلها تتعطل، ده كله قائم على مركزي على حاجة معينة. انما الويب 3 هو الانترنت اللي مفيش اي سلطة عليه، هو عبارة عن كود شخص بيكتبه او مجموعه بتكتبه ايا كان، والكود دوت بيكون متاح، بيحطوه على الانترنت، بيكون اونلاين، بيكون متاح للجميع، والكود دوت بيشتغل بشكل تلقائي. وحتى لو بيتحدث فهو بيحدث نفسه بشكل تلقائي، ومفيش اي حد خالص ليه سلطه على الكود دوت بمجرد ان هو يترفع. يعني حتى اللي رفعه ذات نفسه ما يقدرش ان هو خلاص يمسحه، لان هو بقى اوريدي متاح للجميع، اي حد ثاني هيقدر ان هو يستخدمه بكل سهولة، ومحدش يقدر يأثر قوي او يتحكم قوي في الاكواد ديت بعد ما بتشتغل. فهو ده الويب 3 باختصار كده، وهو برضو اللي هيكون مبني عليه حاجة زي الميتافيرس وحاجات كتير جدا مبنية على الويب 3. وطبعا باي نتورك مبني هو كمان على الويب 3 او الانترنت او الكود اللي هو اللامركزي. طبعا في مؤسسين وبيعملوا حاجات معينه، لكن البلوك تشين ذات نفسها هم ما يقدروش يعدلوا فيها بعد ما الكود بيتحط وبيبدا ان هو يشتغل. فده كده مصطلح الويب 3. في ناس تانية بقى سوريين بيسالوني عن التوثيق. الحقيقه الى الان ما فيش حل من قبل مؤسسين باي نتورك او بشكل رسمي، ما فيش اي حلول. ولكن بعد ما شفت كذا فيديو او بعد ما اطلعت على بعض المصادر، في ناس بتقول ان هي تقدر تفتح مثلا في بي ان وتعمل توثيق لو هي معاها اي وثيقة من دولة تانية زي تركيا او لبنان، وهو سوري يعني يقدر ان هو يوثق بيها ويختار الدولة ديت. ولكن في بعض الناس هتقبل التوثيق بتاعهم، وناس تانية ممكن ما يتقبلش. فدي كده المعلومات الحالية. يعني انا ما اضمنش او ما اقدرش ان انا اجزم لك تعمل ايه بالظبط،
ولكن ممكن تصبر شويه كده كده، في ناس كتير جدا لسه ما جالهاش التوثيق، فما تستعجلش ان انت تعمل التوثيق لو انت شخص من سوريا. بالنسبه بقى لشروط التوثيق، ففي شروط للتوثيق لازم تكون عاملها قبل كده، الخطوات لان في ناس سالت لي عليها. فالخطوات كالاتي: اول حاجه ان انت لازم تحمل تطبيق الباي نتورك، وطبعا الباي براوزر اللي هو متصفح باي، وتخش تعمل بيهم او تخش تعمل محفظه باي وولت، وانا شرحت ازاي تعمل محفظه من الفيديو اللي فات، هتلاقوا رابط الفيديو في الوصف. وبرضو بعد ما تعمل المحفظه لازم تاكد المحفظه، وخطوه تاكيد المحفظه هي بس ان انت هتضغط تاكيد المحفظه من الخطوات، وهيوجهك على المحفظه، تحط كلمه السر اللي انت عارفها المفروض وحافظها، فهتلاقيها هتلاقي تم التاكيد معاك. وبعد كده هيجي لك الكي واي سي وتبدا ان انت تقدم عليه، ولما يتقبل ديت بقى تبقى الخطوات الستة وسبعة بعد كده. فأنا لسه إلى الآن جالي التوثيق ولسه إلى الآن ما تقبلش، بقاله أكتر من 3 4 شهور هو ما تقبلش، فعادي جدا بس هتنتظر، ما فيش أي مشكلة. بالنسبة للناس اللي أعمارها تحت ال 18 سنة فلسه برضو ما لهمش أي حل حاليا، ولكن إن شاء الله هيتفتح لهم حلول بعد كده وفقا ليه مطورين، فهم قالوا ان هيكون في بعد كده حلول، سواء بقى توثيق هيكون بشهاده الميلاد او بجواز سفر او بطايق الوالدين او اولياء الامور، فلسه الحل ما جاش. فلو انت اقل من 18 سنه مش هتعمل كيو اي سي دلوقتي، حتى لو جالك هتنتظر لحد ما تتم ال 18 سنه، حتى لو معاك بطاقه عن سن 16 سنه هتنتظر برضه لسن ال 18 سنه. دي كده كانت معظم الأسئلة اللي جات لي في الفترة اللي فاتت، فأتمنى إنها تكون فادتكم إلى حد ما. ولو عندكم أي أسئلة تانية اكتبوها لي في التعليقات، وما تنسوش إن أنتوا تعملوا لايك للفيديو ده وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس. وكده أكون خلصت، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.